يعني حلمتك لا عند مامتي ولا عند مامتك. ما حلمتكم فين؟ في رصيف من 5 بتاع فريد شوقي؟ من غير هزار من فريد. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانتي قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقه خاصه لوحدينا، علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خليه ورجل. حصل. طب لما هو حصل بتطلع عيله وترجعي في كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوه من فضلك ولعلمك انا لا رجعت بكلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خلوه، والشقه جاهزه. الشقه جاهزه؟ ايوه، بس انا كنت عايز اخليها لك مفاجاه. بتتكلمي جد؟ طبعا، شقه محترمه مفروشه. انت قلت مفروشة؟ ايوه. يا نهار اسود، انت عارف مفروشة يعني ايه؟ يعني كده عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا ابوري، انا قد شوية المفروشة؟ اهدى بس وصلى على النبي. انت لو بعتيني انا والقضاء اللي عندي على باب المحكمة ما اجيبش اجرة يومين في شقة مفروشة. قولي بالصلاة على النبي، انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقة فاضية؟ 180 قرش. يعني 190 جنيه، 25 جنيه. خلاص هو ده اللي هتدفعه. ليه؟ انت قدرت تعمل واحد 15 ملايين؟ ابدا، ده راجل طيب وعاقل. شقه مفروشه 25 جنيه؟ ده بيلي السالي بيتقدر اكتر من كده الايام دي. بقول لك صدقني شقه مفروشه لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال انا حاسس انك انت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشقه. انا حصل مني حاجه يوم الشقه يا حبيبي؟ ايوه، مش عارف تقولي شقه ايه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم، حاجه رمزيه نجيبها. ولما جينا للجد واحنا للسايخ رحت هب عليك ب 500 جنيه. اخطا عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ انت مستخسر فيا شويه ذهب ب 500 جنيه؟ يا ولد يا حبيبي، انا عمري كله فداك، بس انت عارف تجيب غطاء. انا علشان اعمل فرح ونيجي نقعد اسبوع هنا بعت عربيه ابويا الله يرحمه. اي نعم كانت مليان تركسيون وملهاش عجل ولا كاوتش، انما هي جابت حاجه برضه. معلش بكره تيجي لك قضايا كتير وتختني، ومن حسن حظك الناس دمامها باظت والبلاوي كتر، يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال وبعدين؟ احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي، خليك فاكر احنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. ايوه بس هتأخر على القضيه. قضيه ايه؟ القضيه اللي كلمك عنها ابراهيم افندي. يا نهار اسود، القضيه مش هتكمل الفطار؟ فطار مين؟ القضيه هتروح. انت بتعملي ايه؟ جاي اودعك. انت بتعملي بالهدوم دي ما تصحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسه ولا يهمك كلام الناس. بس ايه؟ كلام الناس بالطريقه دي بقى. انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا قلت له نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس دوس يا سعاده الباشا، الراجل زمانه شرقوه في المحكمه. تخلص القضيه يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق، ويا كذا ليكي في وشي تاني. يا سيدي خلاص، يلا يا عم، يلا يا سيدي. الشافي الفيوم ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي، لا يا عبد الشافي يا فيومي مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خساره. اعوذ بالله، اول ما شاف مراتي عايز يصاحبني.